السلام البنات، اليوم بغيت نشارك معكم صالاد فروي درتو العشاء وشاركت معاه الصوصيت حتى هو، ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي. ويلا نمشيو لطريقه التحضير. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو ديالي على خير ان شاء الله. اليوم غندير معكم واحد صالاد فروي البنات بديها للعشاء، وبغينا نديرو عشيوه خفيفه، وقلت نشارك معكم صالاد فروي. المهم قلت نصورها معكم، والله ما كنت غادي نصور، وقلت نشارك معكم. المهم جات لي في راسي قلت اللهم نصور معكم البنات. المهم البنات غادي نوريكم لي فروي اللي غادي ندير. عندي هنايا ثلاثه البنانات، عندي هنا اربعه ديال التفاحات، عندي اربعه الاجاصات، عندي جوج كاكي، عندي جوج ديال الكيوي. ها هما صافي البنات، والفريز ها هو غسلتو، راه كلشي مغسول ونقي. وعندي هنايا جوج ديال لافوكا، ها هما، شوفوا اش كيبان لكم. والحليب باش غادي نصايب العصير ديال لافوكا اللي غادي نديرها فوق لي فروي. المهم البنات غنبدا دابا ان شاء الله، غادي نقطعوا هادشي لكم. المهم البنات غنقطعوا الديسير ديالنا، نقطعوا التفاح وما نقطعوه، يعني نتوما اللي بغيتو تقطعوه طويل تقطعوه. انا غادي نوريكم نقشروا التفاح. المهم البنات غنكمل التقشير ديال التفاح ونرجع ان شاء الله. من بعد ما قطعت البنات التفاح وهذا والاجاص، راني قطعتهم وباقي لي غير الكاكي وهذا باقي لي الكاكي واللي باقي ما قطعتش. ودابا راني كنصايب في لافوكا باش غادي نطحنها، غادي نديرها عصير حيت هي باش غادي نسقي بها صالاد فروي غير شويه. وجهد واحد الكاس غادي نميلونجيه مع الديسير، عاد غادي من غادي نرافقها في هذا فزكوز اللي فات، عاد غادي نكب. المهم دابا غير كنصاوب لافوكا هي الاولى باش ندير شويه برد بما كملت تقطع ديال الفواكه. هانتوما شفتو كي كنقطعها، انا كنخشي غير الموس انايا صافي، وكنقطعها، كندير غير الموس وكنقطعها. نتمنى يعجبكم البنات هاد صالاد فروي خفيف واخا البرد. انا كنديرو بزاف للعشاء، بعمرت لا درنا شي عشيوه غير خفيفه كنرافق معها صالاد فروي ضروري، ولا بعمرت كنديرو غير صالاد فروي. كنا دايرين كاسكروت مزيان، كندير غير صالاد فروي صافي. المهم دابا غندير السيترو ديال الحليب، وغادي السكر حسب الذوق وصافي، اللي كيبغي الحلاوه واللي كيبغي. انا عندي العاشق صغيره، درت شي خمسة، يمكن خمسة المعالق، وعلى حسب الذوق وصافي. كل واحد كيفاش كيبغي العصير ديال لافوكا، كيفاش كيبغي، كاين اللي كيبغي شويه مسوس، كاين اللي كيبغي حلو. المهم انا عندي حيت العاشق صغيره درت شي خمسة صافي. دابا غادي نطحنو ونرجع معكم البنات. البنات هنايا درت الصوصيط ومعا كان عندي في الفريكو، خليته حتى طلق ودرتو في المقله، راني ما دايره فيه لا زيت لا والو، هو كيطلق الماء والزيت، و ما كندير فيه لا عطريه لا حتى شي حاجه، لانه هو كيكون فيه العطريه كيكون فيه كلشي صافي. دابا راه كنشحر فيه، ماشي كنقليه ولا شي حاجه، انا كنديرو غير في المقله، وهو سبحان الله كيطلق داك الماء ديالو، ولكن غادي ينشف من داك الماء.
من غادي يبدا يتشحر ليا راه غادي ينشف من داك الماء ديالو. صافي دابا غادي نخليه يتشحر حتى دابا راه ناقصه لي العافيه، كنت ناقصه لي العافيه ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما قطعت البنات الديسير راني قطعت الكاكي والكيوي، دابا كنخلطهم. الاجاص البنات جوج قطعتهم بقشورهم وجوج حيدت ليهم القشره. انا كيعجبني بقشوره ولكن انا غير درت جوج بقشورهم، والبنات البنات البنان ما غاديش نديرو كامل، غادي ندير غير وحده، وهذا والفريز غادي نزين به. المهم لافوكا هي طحنتها، كنت درتها حتى شويه تبرد ثم كبيت شي جهد كاس البنات باش غادي نخلط لي فروي. عاد غادي نديرهم في دوك الزليفات عندي صغارين، عندي شويه زليفات البنات صغار ما عنديش دوك الكبارين. المهم دي بانيس وصافي. هادو ما فاش كندير انا صالاد فروي. المهم دابا غادي نصاوب الزليفات، وراني درت المكسرات اللوز وهذا والقرقع ودرت الزبيب والبنان. ما غاديش ندير دوك ثلاثه البنات، غندير غير وحده هي اللي غادي ندير. المهم انتما تشوفوا معايا الطريقه سهلة دغيا توجديها العشاء ديالك دغيا توجديها البنات، طريقة سهلة ماشي شي حاجة صعيبة. ما كاملاش نص ساعة وجدت كلشي، وجدت لدان درتو كيتشحر ودرت صلاد فروي دغيا قطعتو صافي وحطينا تعشينا. واخا ما بديتش العشاء بكري مهم دغيا، ونتمنى يعجبكم البنات طريقه باش كنصاوب انا صالاد فروي. هذه هي طريقتي انايا. دابا غادي نقطع البنات البنان، كنخلي انا حتى الاخر، ما كنديروش مع التفاح والكاكي، ما كنديروش انا في الاول، كنخلي حتى الاخر صافي. وغادي ندير دابا الزبيب وغندير اللوز والقرقع. غادي ندير دابا الزبيب وكان تقطع لي الفيديو غادي ندير الزبيب البنات، وغادي نكب لافوكا، عاد غادي ندير اللوز وندير القرقع، ونتمنى يعجبكم. دابا كبيت البنات لافوكا، كان كنت كنتحب التليفون كيصور ليا ساعه هو قطع لي التصوير. المهم كبيت لافوكا البنات فوق الديسير، زدت كبيتها لافوكا عصير درتها من فوق لي فروي من فوق الزبيب. عاد دابا كندير المكسرات، كندير اللوز والقرقاع، عاد غندير عاوتاني شويه ديال الزبيب حتى هو درتو من الفوق وصافي. هذا هو تزيين البنات. الفريز ما قطعتوش مع لي فروي، درتو غير هكا من الفوق، كاين اللي ما كيبغيش. المهم درتو من الفوق وصافي. هذه هي الطريقه ديالي ديال لي فروي البنات، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. المهم كاين اللي ما عندكش لافوكا تقدري ديري الرايب، ولا تقدري ديري دانون، دانون عادي ديال البنان او لافاني، وتوجدي لي فروي ديالك بصحه والراحه البنات. البنات راني يعني كملت صالاد فروي ديالي، المهم راني يعني كملتها متزين، كل واحد وتزيين ديالو، ورافقتها بالصوصيط. شفتوها البنات راه نشف من داك الماء، راه ما درت فيه لا زيت لا والو، هو كيطلق الزيت لان كتكون فيه الشحمه. وهذا هو العشيوه ديالنا خفيفه، ونتمنى تعجبكم البنات. ومن من هذا يعني من شوي نديرو كتير، مهم العشاء ماشي ضروري. انا كنت غندير غير الديسير ساعه كرافقته بالصوصيط وصافي. بعد ما كندير غير صالاد فروي صافي. مهم نتمنى تعجبكم البنات، نتمنى ما نكونش ثقلت عليكم، ونتمنى تدعموا القناه ديالي. واللي دخل جديد يتابونا وضغط على الجرس باش كيوصلوا كل جديد. وبسلامه عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.